المميزات اللي انت هتاخدها لما تيجي تتجوز واحدة اندونيسية؟ مفيش اي مميزات انت هتاخدها لما تيجي تتجوز واحدة اندونيسية. انت ولا هتعرف تروح اوروبا، ولا هتعرف تروح امريكا بدون فيزا، ولا هتعرف ان انت تاخد شغل واقامة و500 يورو كل شهر وان انت تبقى مليونير، ولا هتعرف ان انت تاخد اي مميزات لو ان انت ناوي ان انت تتجوز من اندونيسيا علشان تاخد ميزة. فمفيش اي مميزات. يعني التفكير بتاع الناس اللي هي انا اتجوز واحدة امريكية علشان اخد اقامة واشتغل واقبض بالدولار، او ان انا اتجوز واحدة اوروبية لنفس السبب فاروح ادور لي بقى على واحدة اندونيسية تبقى مسلمة وفي نفس الوقت اخد اقامة وشغل، يعني انا شايف ان ده تفكير اناني شوية. لان برضو في المقابل هي هتستفيد منك ايه؟ يعني هي مش هتستفيد بجنسيتك ولا بالباسبور بتاعك، ولا هتاخد اقامة من وراك، ولا هتاخد شغل من وراك، ولا هتعرف ان هي تسافر امريكا واوروبا من وراك. فانت بلاش ان انت تستغل الناس علشان ان انت تاخد حاجة. فخلي الجواز منفصل عن الشغل. يعني مش لازم ان انت تتجوز واحدة علشان يبقى كوبري من اجل الشغل، او كوبري من اجل الاقامة، او كوبري من اجل حياة افضل. لا، انت لو عايز حياة افضل ربنا ممكن يكرمك بحياة افضل. يعني انت مش لازم تستغل الناس عشان يبقى عندك حياة افضل. فانت يعني عايز تتجوز اندونيسية، ربنا يرزقك بالزوجة الصالحة. بس حتة بقى ان انا اتجوزها، طب انا مش هعرف اشتغل في اندونيسيا. محدش قالك ان انت تشتغل في اندونيسيا. انت ممكن تتجوزها وتاخدها بلدك تشتغل في بلدك. ممكن انت تطلع الخليج، تطلع اوروبا، تطلع اي دولة تانية تشتغل فيها. فاحنا ليه بنربط ان انا لما اجي اتجوز اجنبية ان انا ايه بقى هتجوز واشتغل؟ يعني ليه احنا بندخل الاتنين مع بعض؟ يعني كأنك عرفت مثلا في بلدك واحدة أبوها مدير بنك فهتتجوزها علشان أبوها يشغلك في البنك. نفس الفكرة، يعني هي نفس التفكير. لا، أنت لازم تفصل. شوف الإنسانة دي هل شخصيتها تنفع إن هي تبقى مراتي ولا لأ؟ هل ينفع إن هي تكون أم لعيالي ولا لأ؟ بغض النظر عن جنسيتها بقى، يعني ما تبصش للباسبور بتاعها، سواء بقى كانت أندونيسية، إنجليزية، أيا ما كانت الجنسية، ما تبصش للجنسية. أنت مش هتتجوز الباسبور، لأنك لو بصيت للجنسية بتاعتها أو لو بصيت للمميزات اللي هتطلع لك، أنت كده دخلت في حتة سكة المصلحة. يعني أنت بقيت أنت عايز مصلحة مش عايز جواز، وده في الغالب يعني ما بينتهيش نهاية كويسة. فأنت يعني حاول إن تخلي نيتك كده خالصة لله. طالما إن أنت ناوي تتجوز يبقى أنت خليك في تربيتها، في دينها، في شخصيتها. انما حتة الشغل دي يعني ربنا يبقى يسهل فيها في اي حتة تانية. يعني انت مش لازم ان انت تتجوزها وتعيش في بلدها. مفيش حد، يعني مفيش حاجة تجبرك ان انت تقعد في بلدها او ان انت تتجوزها علشان خاطر ان انت تقعد في بلدها. لا، ده تفكير يعني خاطئ. علشان كده انا اي حد بيكلمني بقول له اول حاجة الشغل. يعني يقول لي انا عايز اتجوز من اندونيسيا، بشرح له طبعا القوانين اللي انا اتكلمت فيها كتير بتاعت الشغل وبتاعت الاستثمار. بس هو قايل له بداية كده انت كراجل علشان تتجوز لازم انك تكون شغال، لازم يكون عندك وظيفة، لازم يكون معاك فلوس ان انت تصرف عليها وان انت تفتح بيت. ما ينفعش ان انت دماغك توديك ان انا هتجوز واحدة وهقعد في بيتها وهي هتساعدني في اللغة وهي هتأكلني بقى وتشربني وتلبسني وتعمل لي كل حاجة وتشوف لي شغل وتصرف عليا. مفيش الكلام ده. الكلام ده موجود في الأفلام فقط، إنما على أرض الواقع يعني ما مش موجود. وما تفكرش في مصلحة، لأن أنت لو فكرت إن أنت تاخد واحدة علشان مصلحة هي برضو نفس الموضوع. هتلاقيها هي فكرت طب أنا هتجوزه ليه؟ ما لازم بقى يبقى معاه فلوس ان هو يجيب لي بقى كذا ويجيب لي كذا ويعمل لي كذا. فانت يعني ما تتخيلش ان انت هتاخد بقى واحدة هي اللي تديك كل حاجة. التفكير ده غلط يا جماعة، ما تفكروش كده. في مميزات انت بتاخدها قانونية، ان انت ليك حق في الإقامة، ليك حق ان انت تقعد في البلد اللي مراتك تحمل جنسيتها. يعني هي اندونيسية، ليك حق ان انت يكون معاك إقامة في اندونيسيا، انما حق في الشغل ملهاش علاقة. يعني هو القانون يقول لك ما دي مفصولة عن دي. ماشي، اوروبا وامريكا ليهم قوانين تانية، بس في اندونيسيا الوضع يعني مختلف شوية. يعني في اندونيسيا يقول لك احنا عندنا بطالة، فاحنا مش عايزين نشغل اجنبي. يعني احنا مش عايزين اجنبي يجي يشتغل عندنا
عامل مخزن مثلا، او شغال او يشتغل في بنزينة او يشتغل سواق. هي اوروبا وامريكا معتمدين على المهاجرين، يعني الدول دي معتمدة ان المهاجر بيجي بيشتغل عندهم، انما الاندونيسيين هم عندهم عمالة زايدة، يعني هم عندهم بطالة وبيروحوا يشتغلوا في الخليج وبيشتغلوا في اوروبا برضه، فهم عايزين يدوا الوظائف المتاحة للاندونيسيين مش للاجانب. بيوظفوا الاجنبي امتى؟ لما يكون عنده خبرة عالية او شهادة عالية. فبالتالي هو مش بيدمج الاتنين في بعض، مش عشان خاطر ان انت اتجوزت او انتي اتجوزتي مواطن اندونيسي يبقى كده سهل بقى ان انا هاخد اقامة زائد شغل. لا، اقامة فقط، شغل ده بقى ليه قصة تانية بقى. لو انت معاك راس مال تبقى مستثمر، لو انت في شركة عايزك تبقى تعمل لك اقامة عمل، دي قصة تانية، قصة مختلفة تماما. يعني ممكن ان انت تبقى مستثمر بدون زواج، وممكن ان انت تشتغل في شركة بدون زواج. فالزواج او اقامة الزواج هي اقامة من اجل الزواج فقط، ما بتديك اي حقوق تانية بقى في شغل او في فلوس او في اي حاجة تانية. الباسبور الاندونيسي يعني تقريبا زي الباسبور العربي، يعني هم علشان يدخلوا امريكا او استراليا او اوروبا لازم برضو ان هم بيقدموا على فيزا زينا بالظبط، يعني ما بيدخلوش فيزا عند الوصول او فيزا مجانية، بيحتاجوا فيزا. فانت حتى برضو لو تخيلت ان انا هتجوز اندونيسية علشان خاطر بقى ان انا اخد الجنسية، ولما امسك الباسبور الاندونيسي في ايدي هدخل زي الباشا اوروبا ولا استراليا، لا، هيبقى مطلوب برضو منك انك تقدم فيزا، وانت بقى واوراقك، يعني حسب اوراقك وحسب حسابك البنكي يقبلوك او لا، دي قصة تانية برضو. فانا عايزكم يعني ايه تركزوا، يعني افصلوا الشغل عن الجواز. انت عايز تشتغل ايه، تشتغل فين، دي نقطة. تتجوز مين، دي حاجة بقى يعني ايه منفصلة، لان دي بقى هتبقى مراتك وام عيالك، يعني ما تدخلوش الاتنين في بعض، ما تربطش الجواز بالشغل. يمكن القوانين دي بقى جت لمصلحة الأندونيسيين، إن هي البنت الأندونيسية أو الولد الأندونيسي هيبقى عارف إن أنا لما أتجوز حد أجنبي مش هيبقى واخدني عشان مصلحة، لأن أنا القوانين في بلدي مش هتدي الأجنبي أي ميزة بسبب إن هو اتجوز. أنت ليك إقامة فقط زي ما أنا شرحت، إنما حتة بقى شغل أو حتة فلوس أو مستشفيات مجانية أو كذا، لأ، أنت أجنبي. يعني طلعت نزلت انت اجنبي، هتتحول الى اجنبي مقيم. فبرضه يعني لو بتقارنها باوروبا، لا هي مش اوروبا، يعني هي غير اوروبا خالص، لان زي ما قلت لكم يعني اوروبا معتمدة على المهاجرين، انما اندونيسيا غير معتمدة على المهاجرين. فاتمنى ان المعلومة تكون وصلت، واشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.